السلام عليكم مشاهدين قناة لولو يمين، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر واحد الحلوة، الحلوة ديال العيد ان شاء الله. مرحبا بالمشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم عواش مبروكة باش ما تمنيتوا ان شاء الله، كل عام وانتم بألف خير. بسم الله نبداو على بركة الله، نوريكم المقادير سهلة والحلوة كتجي لذيذة بزاف. بسم الله على بركة الله. عندي 3 د المعالق كبار ديال الزبده، الزبده نجبدوها من قبل من الثلاجه ما تكونش قاصحه. عندي ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، زوج ساشي ديال السكر فانيلا، هاد الحلوه بالمذاق ديال الفاني، كاس ما عامرش ديال السكر سنيده حيت مازال غندير السكر ثقيل للتزيين، سكر كلاصي سكر، هذا كاس ما عامرش، 3 د البيضات، واحد شويه ديال الملحه، قريصه ديال الملحه. عندي اللوز والقرقاع، يعني نص كاس ديال اللوز ونص كاس ديال القرقاع، حمرتهم في الفرن، كنحمرهم في الفران، ضروري يكونوا محمرين باش كيجيو واحد المذاق زوين. دابا غادي نطحن، ما نطحنوش بزاف، غادي نهرمشهم. وعندي الدقيق حسب الخليط، المهم غادي نهرمش القرقاع واللوز نتلاقاو من بعد. دابا هرمشت القرقاع وهرمشت اللوز، غنديرو الزبده 3 المعالق كبار ديال الزبده، نديرو الزبده والسكر سنيده هما الاولين. بسم الله، قريصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، يعني عندي جوج ساشيات ديال الفاني، هما خاص يكونوا 4 ديال الساشيات وما عنديش، هذا الشيء اللي عندي كان قليبي، درت جوج ساشيات. كتجي بالمذاق فاني الفانيلا، كتجي زوينه بزاف. نخلطوا السكر مع الزبده وقريصه ديال الملح وجوج ساشي ديال الفانيلا، الى عندكم 4 ديال الفاني كتجي زوينه بزاف، كتجي واحد المذاق رائع مع اللوز والقرقاع. دابا غادي نزيد البيض، ندير دابا البيض 3 ديال البيضات. الحلوه سهله وكتجي زوينه، غير 3 المعالق كبار ديال الزبده و 3 د البيضات كيخرجوا لينا الحلوه تبارك الله الكميه كثيره. بعد ما خلطت البيض مع الزبده والسكر خلطهم مزيان، كنزيدوا القرقاع مهرمش محمر ومهرمش، ضروري تحمروا. كنزيد اللوز مهرمش حتى هو محمر، ندير الخمارة ديال الحلوة. دابا غنديرو الدقيق، الدقيق حسب الخليط، كندير الدقيق حسب الخليط، الدقيق خاص بالحلوة ديال الحلويات، راه كلشي كيعرفو، يعني الدقيق الفورس. بعد ما جمعت العجينه ديالي، دقيق حسب الخليط، كتجي بحال هكا صافي. العجينه ديالي دابا غادي نشكلها، غادي نديرها شكل الاصابع. بعد ما شكلت العجينه ديالي درتها شكل الاصابع، كنزينها بحال هكا باش كيجي واحد الديكور زوين. نتوما ديروا ليها الديكور اللي بغيتو، كنديرها في لاطا اللي غادخل الفرن، الفرن كنشعلوه الفوق والتحت. حيث
حيت هاد الحلوة غنزينوها بالسكر سخين، كيجي فيها هاد الديكور زوين اللي كنديروها في السكر سخين. يمكن ديروا شكل الشجرة او لا نتوما على ذوقكم. نتلاقاو ان شاء الله ملي نخرجوا الحلوة ديالنا من الفرن باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالي بعد ما خرجتها من الفرن. الحلوة كتجي خفيفة وكتجي هشيشة. كنخليوها حتى كتبرد عاد باش كنزينوها بالسكر الثقيل. الحلوة خاصة تبرد ضروري، نخليوها تبرد حيت الا درنا السكر الثقيل وهي سخونة غيذوب لينا السكر فوق منها. كنخليوها حتى كتبرد كنديروا السكر. اللي عجبته الحلوة ديالي ما تنساوش تدعموني وتشاركوا في القناة ديالي، وشكرا. ضغطوا على زر الجرس باش يصلكم كل جديد ان شاء الله. الحلوة كنديروا فيها اللوز كيجي مذاق رائع، اولا القرقاع حتى هو كيجي مذاق رائع، اولا نديروا القرقاع واللوز اللي موجود عندنا في الدار كنقضيو به. كنديروا اللوز، انا كنديرها باللوز بوحدو والقرقاع بوحدو. ودابا اليوم درت شويه ديال القرقاع وشويه ديال اللوز، مذاق رائع. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله، وفقكم على خير.